طب كابتن احمد، خلينا كده نروح لبعض بقى التحليلات الخاصه باللعيبه. فكره هنا الاداء المختلف اللي شفناه، مثلا على سبيل المثال بنتكلم هنا اليو ديانج كان متالق جدا، حركات بتاعته كانت اكثر من رائعه. بنتكلم عن حسين الشحات، بنتكلم عن قفشه، مروان محسن، يعني في اداء مختلف للعيبه شاهدناه اكثر من رائع. هل ده راجع بقى لفكره ان المدرب، يعني المدرب الفني، ولا راجع لايه من وجهه نظرك برضو هذا الاداء المتميز بصراحه؟ هو انا بشوف العامل النفسي، يمكن العامل النفسي ما نقدرش نقول برضو ان مستر موسيماني دخل حط بصماته الفنيه كامله، لكن هو اللي اشتغل على العامل النفسي ان هو هيئ اللعيبه. بتكلم يعني عوده محمد هاني لمستواه في المباريات الاخيره، عوده حسين الشحات حتى المباراه اللي قبلها كان مضيع، لكن حسين عنده من الثقه وعنده من الخبرات ان هو يقدر يحرز ويقدر يكسب الفريق. قفشه مستوى اكتر من رائع، كان متالق بصراحه حقيقي. اليو ديانج زي ما قلت لحضرتك فتحي في مش في مكانه لكن بيأدب، لكن هنا اللي بيتغلب على الفريق ككل هي عمليه الروح. الروح دي هتخليكي في احسن حالات، في احسن حال، حته تنفيذ التعليمات، حته الالتزام داخل الملعب. اكيد كنا هنشوف الصوره دي، ويمكن في المباريات النهائيه او في السيمي فاينل لازم هنا بيتغلب حته الروح، حته اللي كله بيلعب على قلب رجل واحد. فدي اللي كانت فارقه مع النادي الاهلي، ودي اللي فرقت حتى مع اللعيبه اللي بتدي ثقتها لبعض. يمكن ده اللي شفناه في المباراه، وان شاء الله ده يعني يكون دفعه كويسه ان احنا نحقق البطوله.